نعم. على 6688 جميل. معنا الآن عبر الهاتف كذلك الكابتن عبد الحميد المستكي، رئيس لجنة المسابقات في دوري المحترفين، بالإضافة كذلك مدرب ومحلل إماراتي. كابتن عبد الحميد السلام عليكم. هلا أحمد سلطان، أحييك. وعليكم السلام، أحييك وأحيي السادة المستمعين وإخواني اللي يشتغلوا معك على الأجهزة الإذاعية. الله يسلم، كيف حالك كابتن؟ إن شاء الله بخير. بخير الله يعافيك. من زمان ما سمعنا صوتك. والله أنا دائما متابعكم، حتى لو ما تسمعوا صوتي يكفي أن نسمع ونتعلم كل جديد صراحة. الله يسلم. قاعدة تسرينا كل يوم يعني الأحاديث المثمرة والأحاديث الذي في الصالح العام. الله هذا يسلم. اللي أنت تبغيه من الإعلام أو تبغيه من أن الجمهور أو المستمع أو الرياضي أو حتى اللي مش رياضي يستفيد من هذا الطرح. أشكرك يا أبو سلطان. الله يسلم كابتن، نتعلم منكم ونكمل بعض كذلك. أسألك كابتن عن مشاركة فرقنا كذلك الإماراتية في بطولة آسيا، بدينا بمباراتين الوصل وكذلك الوحدة، قدرنا نفوز في مباراة وخسرنا المباراة، واليوم عندنا مباراة كذلك مهمة في بطولة آسيا اللي هي مباراة العين، كذلك من ضمن المباريات اللي تهمنا نحن كإماراتيين. شوف أبو سلطان، ممكن لو تعطيني وقت خلنا نتكلم عن من بداية الموسم. نعم. السنة الموسم كابتن الكل هابط مستوى. نعم. يعني سواء الفرق أو الدوري أو المنتخبات أو الكل، وهذا يعني ما يريد تصليح في يوم وليلة. مثل ما الناس طالب يبدل مدرب، يجيب لعيبة، يجيب أجهزة، يجيب، هذا يريد دراسة أبو سلطان. مشكلتنا أن احنا متعجلين، نريد اليوم مثلا خلاص بكرة فريقك ياخذ بطولة، أو بكرة أنت مش عارف فريقك لوين يوصل، شو استراتيجيتك أنت من المشاركات. اليوم لو نقول مثلا احنا في بداية المشاركة الآسيوية، من اللي احنا ممثلين؟ الوصل والوحدة والعين، صح ولا لا؟ نعم صحيح. لو نشوف انا حتى بخسارة الوحدة قدم أداء ممتاز مع الفريق اللي خسر منه، لكن الوصل مستواه في الدوري مثلا نقول متذبذب، ولكن مع المدرب برجام بدأ يرجع الوصل، ولو انه مو بالوصل اللي احنا متعودين عليه. اليوم العين الناس متخوفة، يقول لك مستوى في الدوري متذبذب، العين الوحيد اللي قادر ان يمثلنا بقوة في آسيا، العين الوحيد اللي يقدر ان يوصل الى النهاية، العين الوحيد اللي يقدر ان يقارع الفرق القوية في آسيا. احنا لو نشوف العين قبل بداية الدوري الناس كلها متخوفة، لين ما العين دخل كأس العالم للأندية. صحيح. في كأس العالم للأندية هنا يتغير الوضع اخوي بسلطان. انت اليوم تمثل بلد، تمثل شعار، تمثل علم، تمثل سلم وطني، فاعتقد هذا كله ينبثق من خلال تمثيلك او ادائك لدورك في داخل الملعب. انا اعتقد ان العين اليوم بيكون مختلف اختلاف كلي عن ما هو العين في الدوري، واعتقد ان هذا بدون ما نتكلم احنا، بدون ما نصرح، بدون ما نقول للعيبه او للجهاز الفني او للناس المهتمين بفريق العين، اعتقد اليوم التمثيل هو تمثيل للامارات كلها. ما تلعب باسمك اليوم، انت تلعب باسم كل اماراتي او كل رياضي في الدوله. لكن بسلطان في انا سمعت كلام مثلا الحين والشارجه من افضل فرق الدوري من بدايه اول مباراه لين اليوم. الشارقه اداء مستمر، اداء على مستوى عالي، الشارقه قادر يخدم نفسه، الشارقه لعيبه المواطنين اليوم اللي يؤدوا، هم يقول لك الاربعه الاجانب ممتاز، لكن هناك مجموعه من اللعيبه المواطنين قادرين على انهم يسدوا الثغرات، قادرين على انهم يكونوا نجوم على ارضيه الملعب، لعيبه شباب اعمار تحت ال 25. اعتقد هذه الامور كلها هي ما خلت الشارقه في هذا المكان اللي يليق باسمه. بعدين ليش احنا مستغربين؟ الشارقه فريق بطل من السواء، الشارقه
يعني كان من أقوى الفرق. الشاردة هو من كان يغذي المنتخبات الوطنية. الشاردة من عنده أيضا من الأفراد اليوم رئيس مجلس إدارة الشارقة أحد اللعيبة أو الحراس اللي بصمة ممتازة على كرة الإمارات. فأعتقد مو بغريبة، إحنا ليش مستغربين؟ بالعكس اليوم الشارقة، وأنا أهني أخوي عبد العزيز العنبري المدرب اللي صراحة يعني الناس كلها تقول لك المواطن المواطن المواطن، لو تعطيه فرصة أخوي وتصبر عليه مو بتعطيه فرصة وتتريه يغلط. هنا فرق يا أبو سلطان، الحين أنت مذيع، لو ما حصلت فرص وبديت تدخل بالميدان وداخل الميدان وباو خارج الميدان، كان اليوم أنت مو بهذا المكان اللي اليوم أنت قاعد تذيع فيه. صح؟ صحيح. كل إنسان على وجه الأرض يريد فرصة ويريد خلف الفرصة أنك أنت تكون معه تساعده عليها. فأعتقد أنا أشكر مجلس إدارة نادي الشاردة على أن أعطت الكابتن عبد العزيز العنبري الفرصة. العنبري اليوم قاعد يبصم على أنه من أفضل مدربين الدولة. اليوم يا أخي مدربين المواطنين لا ننسى جمعة ربيع، لا كابتن مهدي علي، كابتن نتكلم عن مهدي علي من أفضل المدربين اللي أعطانا نتائج وأعطانا أيضا بطولات مع منتخبنا الوطني مع منتخباتنا الوطني، من أفضل المدربين اللي أجحت بصمة يعني قوية. فأعتقد هذه الأمور كلها يعني تعطيك انطباع أن اللاعب المواطن أو المدرب المواطن أو المساعد المواطن يعني يريد فرصة. وأنا أيضا لازلت عند قرار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بأن أعطاهم في دبي أن يكون مساعد مدرب منتخب أو الفرق الأولى في دبي أن يكونوا مساعدين مواطنين، لكن أنا أتمنى أيضا أن يأخذوا فرصتهم كاملة. فأعتقد هذه الأمور كلها مهيئة أن يطلع اليوم جيل من المدربين الزينين. وأعتقد أخوي كابتن عن المنتخب الوطني نتكلم، صحيح المنتخب الوطني مستوى مذبذب، المنتخب الوطني ما كان على حسن الصورة اللي احنا كنا متوقعين أنه يكون فيها أو يظهر فيها في, في, في كأس آسيا. وصل لنهاية دورة الخليج أيضا الأداء ما كان ممتاز، لكن بالأول والأخير يا أبو سلطان هذا منتخبنا وهذه لعيبتنا زين. والمنتخب مو من يوم جاء هذا المدرب ما كان زين، المنتخب من على ليش انت مثلا مهدي علي استقال او طلع من المنتخب؟ لان يعني تراجع النتائج هذه طبيعه الكوره انك تبدل. فاليوم المدرب في كاس اسيا حضروا 24 مدرب، اللي اخذ البطوله مدرب واحد. صحيح. ندري ان الباقيين ايضا يعني كانوا في مدربين على مستوى عالي، كانوا في منتخبات على مستوى عالي وطلعوا. لكن انا اقول الان احنا الان لازم أن نعمل للصالح العام، نعمل للآتي للقادم ونشوف المشكله يا ابو سلطان. بقول لك الازليه والالف ان ما في لعيبه اليوم، انت كاكاديميات ما تنتج لعيبه. كم لاعب يطلع لك في السنه داخل مثلا في بطوله الدوري؟ ولكن انا اقول ان اذا انت تعطي اهتمام لاكاديميه النادي راح اكيد راح تثمر. مو بتقول سنه يا ابو سلطان انا اشوف لعيبه يدوروا على نفس الانديه على نفس الانديه وباعمار كبيره. اليوم لو نشوف الشارقه ماجد سرور وسيف راشد من وين طلعوا؟ من الاكاديميه. اليوم اثنين اساسيين في تشكيله الشارقه، صح ولا لا؟ صحيح. الولد علي صالح، عبد الله جاسم، علي سالمين اللي في الوصل زين، هذيل الثلاثي من وين طلعوا؟ من اكاديميه الوسط، وهم اللي راح يبقون اللعيبه. الكم من اللعيبه اللي طلعوا في الجزيره كابتن زين، هذيل ايضا من اكاديميه الجزيره. اللاعب علي يحيى الغساني ولو انه مقيم، لكن من وين طلع؟ طلع من اكاديميه نادي الوحده. امس اللاعب منصور الحربي. فاعتقد اذا انت تعطي الاكاديميه الاهتمام وتعطيها الفرصه انها تشتغل وتمثل لك لعيبه للفريق الاول، هذا الشغل الصح وهذا الاستثمار الصح. صحيح احنا في 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 عالم احتراف، لكن اسمحوا لي ما في سوق لتنقل اللعيبه اللي انت تطلبهم. اليوم ما في ظهير، ما في راس حربه في 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 الدوله. اعتقد هذه الامور ما راح
تخلص ولا راح تنتج إلا من أكاديميات الأندية. جميل. يعني الحين إذا نتكلم نحن كابتن عبد الحميد، إذا الأندية هي من تتحمل كذلك إذا كان هناك إخفاق أو هناك أمر سلبي أو عدم وجود لاعبين كذلك في المنتخب. صحيح أخوي. شوف مش على الحين أنت من وين تجيب اللعيبة للمنتخب؟ الأندية والفرق اللي موجودة في الأندية. بالأندية صح ولا لا؟ نعم. إيه يعني هذا لهم، هذا فريقنا الموجود، هذا المنتخب اليوم هو الأفضل اللي موجود إنه يمثلك. صحيح تتذبذب يا أخي النتائج ما ممكن أنت، لكن لازم أن تصبر، لازم أن تبني من جديد، تبدأ تعد فريقك ليكون نفس الفريق اللي كان مع مهدي علي. فريق مهدي علي كيف طلع؟ أول شيء من منتخب الشباب صح ولا لا، اللي مثلنا في 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 السعودية وأخذوا بطولة آسيا صح ولا لا؟ وبعدين بدأ الفريق يعني مع تطعيم من 3-4 لعيبة من الخبرة، فأعتقد ارتكز الفريق ارتكاز صح، أساسه صح، هذا اللي خلى الفريق إنه مع مهدي علي نروح أي مباراة وإحنا ندخل إنه بنكسبها يعني أكثر من 80%. فأعتقد الأمور كلها تريد دراسة، تريد تأني، تريد أعرف كيف مثلا أبدي ببناء المنتخبات. لكن أنا أقول أكاديميات الأندية هي المعنية بالشأن. اليوم كل الأندية عندها قطاع ناشئين وعندها أكاديميات. أتمنى أن يتفرغوا للأكاديميات وأن ينظروا إليها، لأن هي الأكبر الأقرب لإمداد سواء المنتخبات الوطني أو حتى فريق الأول في النادي باللعيبة الذي ممكن أن يكون هو المساعد الأقوى لتطور أو لرجوع مثلا مستوانا إلى ما هو عليه في السابق. الله يوفق المنتخب ويوفق جميع الأندية. أنا شاكر لك جزيل الشكر كابتن عبد الحميد على هذا التواصل، وسمعنا صوتك من فترة طويلة غايب عنا نحن، لكن أهم شيء أنك متابع وهذا كذلك يشرفنا دائما. لا أخوي أحمد، شوف البرامج الزينة دائما راح تثمر زين، أشياء زينة وراح يستفاد منها سواء إحنا كرياضيين أو الشارع العام أو الأندية أو المنتخبات. بالأول والأخير إحنا ما نتمنى أن يكون دائما إحنا في المقام الأول، أن يكون شغلنا صح. فأعتقد هذا ما يطلبه منا حتى ولاة الأمر، أن تكون شغلك منظم وصحيح وتتأنى في إصدار القرارات. هذا أهم شيء، إذا تأنيت في إصدار القرار أعرف أن القرار راح يكون في الصواب. أحمد الله يسلمك، وأنا شاكر لك جزيل الشكر على هذا التواصل. تسلام. شكرا حياك الله. شكرا الكابتن عبد الحميد المستكي على هذا التواصل.